يا الحاج استثمر مع ربي سبحانه. استثمر على بالي، راح جيب لنا الدجاج. هذه النقطة راهي تستوعب كثير من المواطنين، واللي يجي لهنا معناتها البيجي تاعو محدود، على الأقل يجي يحوس على الأسعار. الدجاج اليوم احنا رانا نبيعوا فيه ب 38000 39000، للأسف بعض المضاربين راهم يبيعوا فيه حتى 54000. كي تجيبوه أنتم راكم تكسروا الأسعار هذه، راكم تكسروا. جيبوه على الأقل تعاونونا باش تكسروا هذا. لا لا هكذا راهي لا سورس، وكان تزيدوا تعاونونا في البولي ونزيدوا نعاونوكم احنا ان شاء الله خلال طول السنه في قضيه الاستيراد، لان احنا رانا نمشيو للناس المتخصصين، راح يروحوا لي بروفيسيونيل. نو تاع لامبورتاسيون مازال ما تفهمناش عليه، مي راح نعيطوا لكم عليه. مي تاع الصحراء علاش 190000؟ من بعد نتلاقاو مع المستوردين تاع اللحوم، راح نديروا جلسه. دوكا لازمنا انا 30 برمضان 30 ان شاء الله بتموين السوق، لكن من بعد راح نتفقوا على ضبط السوق نهائيا تاع اللحوم. وهذه ماشي تاع الرحمه، رانا نبيعوا فيها اسعار معقوله لكن اسواق جواريه. شنو لا صار للرحمه؟ لي زوت بوينت تاعك انتم راكم واحد 10 ولا 15 الكبار، راكم 16. لا 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 لي غران امبورتاتور واحد 12، هادو احنا اللي حنستثمروا معاهم ان شاء الله. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.